ناهد مولين فنانة ناشئة مدينة الرباط. بديت بواحد الميدان فني اللي هو كيعجبني بزاف، اللي هو الميدان ديال الغناء. أكيد أن المعهد الموسيقي هو تكوين أكاديمي 100%، لأن الفنان الناشئ إلا ما بطبيعة الحال إلا ما دارش المعهد الموسيقي ولا ما قراش الموسيقى، ما يمكنلوش أنه يعرف بعض المقامات، مثلا انتقال المقام للمقام والعديد من الأشياء. أول شيء بالنسبة للأغنية كنشكرك عليها، لأن أغنية بالنسبة لي اعتبرتها كسيفي لناهد مولين، كبداية جميلة ممكن على أنني هي في نفس الوقت مختلفة، لأن العالم الفني بصفة عامة مبقيناش قليل فين ولينا كنسمعوا مثلا أغنية طربية 100% أو أغنية مغربية. ناهد مولين كان فقط الغرض ديالها إحياء التراث المغربي، حاجة اللي نقدر مثلا نعطي فيها أكثر ونبين المهارات ديالي. كيف قلت لك سيفي سبق لي القول. بالنسبة للكلمات، هي كانت من كلمات الأستاذ عبد اللطيف بوعياد، ومن ألحان الأستاذ المميز محمد بن همو، وتوزيع رضا الإدريسي. أغنية مغربية واختاريتها لأنني لقيت فيها الراحة ديالي، وممكن يسمعها كيف كنقولوا الكبير والصغير. بالنسبة للأعمال ديالي، كنوجد الجوج ديال الأعمال اللي هو عبارة عن كوفر، واللي غيبقى مفاجأة كذلك للجمهور ديالي. والعمل الثاني أكيد إن شاء الله راني كنشتغل عليه، اللي غادي يكون بصفة مختلفة بزاف على العمل الأول ديال باش نجاوب. ممكن يكون العصري، ولكن يكون العصري إلا كان الكلام راقي. باقي كنعاود نكررها، ملي كيكون الكلام راقي أو اللحن في المستوى، لما لا الفنان كيزعم على شي حوايج أكثر. نقدر نقول لك بان الشباب خصو فقط يكون عنده حسن الاختيار، لا من ناحيه الكلمات او لا من ناحيه الالحان. هما الاغنيه المغربيه او الاغنيه الشبابيه كامله في طور الانجاز، وفي طور حاجه كتبع حاجه كتسمى كتكمله. بالنسبه لي انا كنسمع لكل شيء وكيعجبني نشوف كل شيء، غير هو فقط كناكد وكنزيد ناكد اكثر على اللي يكون اللحن في المستوى، وكذلك الكلمات اللي كانوا في المستوى، راه باش حتى تطريق المستمع. الما يجري قدامي قدامي قدامي، صافي متل البلار وانا قضيت ايامي ايامي ايامي، عطشانة مكوية بالنار بالله عليك يا الغياب، ما ترضى حتى تجاوب قلبي في حبك دايب، فيها جايب فيها غريب بالله عليك، مكوية بالنار وعطشان مكوية بالنار. هاد القضية وهاد السؤال هذا دائما كيتطرح ليا، وبالعكس كيعجبني، لأنني كنفتخر بالنسب ديالي، وكنفتخر بأنني كفنانة اللي بغات تحقق الطموح ديالها لوحدها. والفنان عمرو ما خصو يتبع مثلا فنان آخر باش يتسمى تقليد، بالعكس إلا تبعتي واحد الميدان خاص بك وبغيتي تعطي مثلا واحد الميول خاصة بك في نفس الوقت، راه ممكن أنك تبان. وعثمان مولين بالعكس هو فنان كنحترم الفن ديالو، وأنا بالنسبة لي كذلك فنان وكنحترم الفن ديالي كذلك. لا ما تلاقيتش معاه، ولكن اون كونتاكت انا وياه. نقدر نقول لك عليه لا، وانا متاكده من الكلام ديالي، لان اول شيء هذه هي ناهد مولين بغات تبان بواحد الصوره اللي تكون مختلفه على العالم الفني المغربي او العربي بصفه عامه. صوت جميل، صوت قوي، كاريزما وحضور. العثماني تقدر نقول لك ما عرفتش. أسماء المنور، أسماء المنور صوت إحساس، كنت أعلم منها الكثير، هي فنانة جميلة بزاف.
زهير بهاوي شاب موهوب، اشتغل على نفسه بزاف ويستحق هادشي اللي وصل له. كنتمنى نكون دائما عند حسن الظن ديال الجمهور ديالي ونكون دائما في المستوى المطلوب. وبالنسبه لهاد القناه الرائعه قناه الدار، كنتمنى التوفيق الدائم لكم كاملين، وكنشكركم مره اخرى على هذه الاستضافه الكريمه. تحياتي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.